مساء الخير أيها السادة، أريد أن أتكلم مع أحدكم. تتكلم فقط مع أحدنا؟ ولماذا لا صاحب الكلام شأن آخر؟ كلمة ولكمة. سوف تجدني قادرا على هذا يا سيدي. ألا تستطيع أن تفعل ذلك دون دعوة مني؟ يا سادة، يا سادة، لقد حذرنا الأمير من التنازع في الساحات العامة، وسأكون أكبر عنيفا هذه المرة. انتهى حواري معكما، فقد أقبل الرجل الذي أبغيه. روميو، دعني أحييك تحية الأعداء. أنت واخد يا روميو، بل حقير الند. لا بأس، لا بأس، كلنا عقاب. لذا سأغفر لك يا سيدي هذه التحية الخاصة. وداعا، فأنت لا تعرفني يا سيدي. يا للاستسلام الخادع الحقير، خلعتك من السيفات يا بس. حسنا، سأنزله. يا مركوش النبيل، ارمي السيف. هيا يا سيدي، أين تعلمتك النافذة؟ لفقيد، ولكن يا سيدي سأصم الأذن لأي مناشدة أو أعذار.
لن تفلح عبراتنا وايات رجائي في مسح الاوزار. فاجتنبوه وليخرج روميو فورا وبلا ابطاء. اما ان ظل ببلدتنا فقراري هو اهدار دمه. ستوب، انا ما ماتش بدري قوي كده. لحظة اللقاء ودان الهوى لمفاتن العشاق. دادا، اسمعيني اخبارك السعيدة. اشجيني، ما هذا سلم؟ نعم، سلم الحبال. يا ويلي، ما الاخبار؟ لماذا تعصرين يديك؟ وأسفاه، لقد مات. لقد انتهينا يا فتاتي، انتهينا. يا لليوم الأسود، لقد مضى، قتل مات. أتستطيع السماء أن تضمر كل هذا الحقد؟ روميو يستطيع، ومن كان يتصور؟ روميو، روميو، هل انتحر روميو؟ يا الله، لقد مات تيما وحكم على روميو بالنفي. روميو هو الذي قتل وصدر الحكم بنفيه. هل سفكت يد روميو دم تيما؟ نعم، سفكته. يا للأسف، سفكت. فليصحب روميو العار. قطع الله لسانك، لم يولد روميو للعار. سأموت أرملة وعذراء الضمير. أنا أسف. هيا قوم. عاشق الولهان، لقد حكم عليك بالنفي وترك فيرونا. صدقت يا أبتي، الموت أهون من فراق يدني فؤاد العاشقين. إني يا جنيت، كلما اقتربت ابتعدت. إن الأقدار تعبث بنا. عليك تنفيذ الأوامر في الحال. سأدبر لك عدة الصبر. محالا أن أفارقها يا أبتي، ولو كان في الأمر موتي. هل فقدت عقلك؟ لقد أمر أميرنا بإهدار دمك، أنت قعصت عن تنفيذ حكمه. اشكر الرب أن قلب الأمير تلطف بك واكتفى بنفيك فقط. فكر قليلا يا فتى. لقد اتخذت قراري لن أفارقها، والأمت عاشقا متوحدا بها في جنة الخلود. هذا أفضل من أن أحيا ميتا في جحيم الفراق. توقف، هل فقدت عقلك؟ الحرس، قلت لك اذهب اكتبي في مكتبي. هيا، من الطارق؟ من؟ دعني أدخل حتى تعرف ما أبغي. أنا مرسل من جولييت. إذا تفضل. أيها الأب المبارك، أخبرني أيها الأب المبارك،
تركضه هناك على الأرض تسكره عبراته. إذن فهو مثل سيدتي في مثل حالها تماما. ما أعجب ما يشتركني في الإحساس بالألم وكم أرثي رهوة هذه المحنة. فهي تركض مثل تبكي وتنهلي تنهلي وتبكي تبكي ثم أين هو سيدي؟ هون على نفسك، كف عن البكاء يا سيدي. أيتها المربية، ما حال فتاتي؟ هل تظن بأني من أعتى القتلة؟ إنها لا تقول شيئا يا سيدي، بل تبكي وتنهلي تنهلي وتبكي تبكي وتنهلي نعم. ضرة تقع على سريرها ثم تهب فزعة وتصرخ دابت ثم تنزل روميو ثم تقع على سرير ثانية وكأن اسمي طلق النار. أختي ماذا سيده؟ توقف، ارفع يدي أسك. هل أنت رجل؟ شكلك يشهد لك، لكن دموعك مثل دموع المرأة وفعالك وحشية. هيا فلتذهب لفدادك، اصعد إلى غرفتها لتسرع عنها، ولكن لا تمكث حتى يأتي حراس لتغيير النوبة، وإلا منعت من السفر إلى منفاة. فهمت؟ موعدنا يوم الخميس سيدتي. مع السلامة يا حبيبي. وأنت يا أبو جولييت؟ أنا إيه؟ ألا أنت نم شوية؟ أنام؟ كلا، أنا لن أنام، أنا سأتجول قليلا ثم أصعد لأنام بعد أن تنامي وتستغرقي في النوم. تتجول؟ أتجول. تصبح على خير. الأنام إيه؟ الأنام. أنا سعيد مش سيدة. تمام يا استاذ، تمام حاضر. ممكن انا مش عارف انت سايبه ازاي. بس يا عم ايه مالك؟ ولد تعالى هنا يا ماضي. اللي انت ماسكه ده دفشار يا ماضي، اصل انا رايح اتفرج على ماتش مع تمام. وبعدين هو انت عايز ايه؟ وانا مش موت وانت كل سنه تموتني في نص المسرحيه يا زياد؟ الموضوع مش كده. لا بقى الموضوع